نبدا لسه قبل يومين واحد صاحبي بحكي لي انه صاحبه راح يخطب البنت اللي بحبها. اوكي فهم قاعدين طلبها اخذ اهله وراح عندها وعند اهلها فعم بطلب ايدها فابوه حكى له احنا بشرفنا بس عطينا فرصه اسبوع نسال عنك. قال اوكي ما في اي مشكله الموضوع عادي جدا. قام عطاه ورقه بحكي له ممكن تكتب لي اليوزر نيم تبعك على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الانستغرام وعن صح. فبده الاب يسال عنه ويشيك يشوف مين اصحابه مين كومن فريندز ايش عم بيكتب ايش نوعيه الكلام تبعه. وهي قصه حقيقيه. سو كل شيء عم نكتبه هلا عم بيعطي انطباع عنك.